النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة أنها إيش؟ رقية، وقال عنها أنها شفاء. أنت الآن تتعامل مع الفاتحة على أنها شفاء؟ جربت أول ما تفكر أنه أنا من البنادول تحط إيدك على راسك تقرأ سورة الفاتحة؟ جربت إذا مرتك أو ابنك مرضه، مش بس إذا ما معك مصاري حتى تجيب الدواء، لا، قبل الدواء حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها رقية، ترقي. والله الذي لا إله إلا هو قد جربت الفاتحة، مش جربت الفاتحة كتجربة أن البركة بتزبط، لا، من الأسباب لحتى تكون رقية أنك بدك ترقي فيها وأنت على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. والله حالات يكون بها مستشفى ورب العالمين يعني طب فضنا فضلك وقت ما يكون مع مصالح وبنص الليل وكذا، حالت مع زوجتي حالت مع بنتي بالرقية بالفاتحة 7 مرات ورب العالمين يكتب الشفاء بالفاتحة. مش معناته تترك التداوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، وقال إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه شفاء. الأصل تداوى، بس ما تداوى بالأمور الحسية وتترك الأمور الشرعية. زي ما أنت عندك يقين أنه حبة البنادول بدك تخفف لك وجع راسك، كمان عندك يقين أن سورة الفاتحة فيها شفاء، وعلى قدر يقينك يكون شفاؤكم.